اهلا بحضراتكم من جديد. التحكيم على المحك، واتحاد الكوره بقى مطالب جدا جدا يعمل حكام. احنا اتكلمنا على ضروره حمايه الحكام في القسم الثاني والثالث، لان الدنيا ما فيهاش فار وفيها مشاكل كتيره في الدوري الممتاز كمان. التجرؤ على الحكام من اللعيبه والادعاء عليهم مساله برضو في منتهى الخطوره، لانه لسه فريق الاعداد بيبلغنا انه لاعب من انبي يطلع يكتب على صفحته، اذا كان دي صفحته او مش صفحته، او هو اللي كاتب او كتب له، انه بيقول ان انا خارج من الملعب سالت الكابتن محمود البنا بذمتك دي مش بنالتي؟ قال له احسب بنالتي ازاي، ده الدنيا هايجه والدنيا والعه. ده كلام من كمبدا مستبعد جدا حكم كبير زي محمود البنا يكون قاله. في عاقل يصدق، لانه لو يعني البنا شاف هيحسب. لا مش هيرد على لعيب، لما لعيب يطلع يقول له كده هيقول له ما تهيجش عليها الدنيا؟ يعني ده الرد المنطقي ولا هيكتب شكوى في اللاعب؟ طبعا. فبالتالي ارجوكم بره على فكره اللعيبه والمدربين اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بره الاطار الرياضي بيتعاقبوا عقوبات شديده. اي لاعب يخرج بهذا الشكل ويتهم حكم بهذا الاتهام، انتوا عايزين ايه تاني؟ ما يتحقق ويتشاف. لكن لو هنيجي بقى هي بنالتي ولا مش بنالتي، عشان تشوفوا المعيار الواحد، فكره المعياريه الموحده. الاهلي مع بيراميدز الناس طلبت بالاولانيه فوق ضربه جزاء للاهلي ما اتحسبتش، هي نفس الشكل اللي تحت الكوره بالنسبه لياسر ابراهيم. بصوا الاثنين بنفس الشكل، الايد الكره رايحه للايد والايد بره الجسم في الحالتين، لا دي اتحسبت ولا دي اتحسبت. هنا نفس المعيار، نفس المعيار للتحكيم اللي اتكلم على كوره الاهلي وانبي، الاهلي وبيراميدز، هي كوره الاهلي وانبي. وقالوا ان الكوره ساعت ايد الحارس اللاعب، واللاعب كان يودي ايده فين؟ ما بيحاول يبعدها. دي اللقطه المقارنه ما بين الواقعتين اللي بيتكلموا، لا اوفا ولا غيره، ان انت بتتكلم على واقع. على فكره خبراء التحكيم كلهم شايفين انه الضربتين الاثنين مش ضربه جزاء، يعني ده مش راينا احنا بس، كمان الاجماع على انه الاثنين مش ضربه جزاء. ده المعيار الواحد على فكره. ده احنا هنا في قناه الاهلي الكابتن ناصر عباس قال كده، قال دي مش ضربه جزاء قدام بيراميد، ما كانش لسه الواقعه بتاعه النهارده دي حصلت. ايوه ده كان بيتكلم على ان النادي الاهلي بيقولوا انه له ضربه جزاء، لكن وشرحت. يا ريت نجيب الكابتن ناصر عباس. طيب جابوا لنا الكابتن ناصر عباس الاستوديو اللي فات قال ايه في اللعبه دي. طيب نشوف الكابتن ناصر عباس في قناه الاهلي. هات لنا لعبه الاهلي وبيراميدز اللي احنا قلنا هنا، وكابتن شريف كان قال لي هنا الايد برضك نفس الشيء طالعه. البنا رد عليا النهارده ولينا ركله جزاء، وانا من هنا قلت ايه؟ نفس الشيء. يلا انا قلت ايه يا كابتن؟ هي واحده بالظبط. قلت هذا وضع ايد طبيعي، وان هنا قرار الحكم كان قرار صحيح، نفس المعيار اللي احنا قلنا ان هنا مفيش مخالفه، هو نفس المعيار اللي احنا قلنا لعبه ياسر ابراهيم مفيش مخالفه. وانا هنا يعني انا سعيد ان اقول الكلام ده ليه؟ لان احنا ما عندناش اختلاف في المعايير يا كابتن عادل. صح. دي هنا الحكم شيمون ما حسبش والفار اكد على القرار، ونفس الحاله بتاعت ياسر ابراهيم ان البنا ما حسبش ولكن الفار تدخل بالقرار. اللعبتين هنا مفيش هنا مخالفه لمس الكره بايد، نتيجه افتقاد المعايير الايد لم تذهب، الايد لم تكبر حجم الجسم. حبيت اعمل مقارنه لان اللعبتين دولت مهمين جدا جدا. يعني الحمد لله ان الكلام ده كان سابق لده. ايوه. والكابتن في قناه الاهلي قال دي مش ضربه جزاء. فيعني عايزين بس تتلكك. شوف الكابتن سمير عثمان اللي قاعد يتلكك. هيتلكك. نشوف الكابتن سمير عثمان كخبير تحكيمي عن واقعه الاهلي وانبي النهارده. نتفرج على الحاله مطالبه انبي لركله الجزاء عشان الكره فعلا جت في ايد لعيب نادي الاهلي، الكره جت في ايده الشمال بنسبه 100%. ده من اللايف، احنا بنشوف من اللايف عندنا لعيب النادي الاهلي رايح على الكره قصاده مدافع مهاجم انبي، واحنا هنا طبعا بنسبه كبيره جدا الكره جت في ايده بنسبه 100%. يبقى عندنا في الكوره جت في اليد اليسرى للعيب النادي الاهلي داخل منطقه الجزاء. نقف هنا بحاجتين بقى.
عندنا اعتبارات كتيره من ضمنها طبعا عندنا التعمد، وعندنا مكبره الجسم ولا مش مكبره الجسم وجايبه حيز كبير من جسم اللعيب، يبقى في ركله جزاء، او لو الكلام اللي انا بقوله ده مش موجود يبقى مفيش ركله جزاء. زي ما احنا شايفين في كره جت في الايد. نبص على اللعبه دي مرحله مرحله، الكره جايه لعيب نادي امبي وطه، حتى هذه اللحظه الكره ما جاتش في ايد لعيب النادي الاهلي. اللي انا بقوله ده انا بشرح حاجه على الشاشه، اللي هيقتنع يقتنع، يعني احنا مش هنرغم حد يا كابتن ابراهيم انه يقتنع. الكره جايه كده في ايد لعيب النادي الاهلي، اول ما لها جايه في ايده ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا شادي؟ ابتدى يحاول يبعد ايده، ابتدى يحاول يبعد ايده. الايد دي طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي هي في حيز جسم الانسان، يعني لا يمكن اي لعيب يقدر ولا ينط جامب ايديه ورا ظهره ولا يبقى مثبت ايديه. الكره ايده هي داخل جوه جسمه، ابتدى يبعد ايده، لكن بعدت ايده ده الكره اصطدمت. يعني هنا بالمعنى اللي احنا شايفينه ده الكره جت في ايد لعيب النادي الاهلي داخل منطقه الجزاء، لكن لا يعاقب. ليه لكن يعاقب؟ بالشرح اللي انا قلته ده، الكره هو شايفها جايه بيحاول يتفادى وصول الكره لايده بس اصطدمت، يبقى هنا خلاص هنا وضع طبيعي للايد ولا تحتسب ركله جزاء. كلام مش هيعجب ناس كتير، لان الحق والحقيقه ساعات بتضايق الناس، مش ساعات، عاده بتضايق الناس اللي هي ايه؟ ادعمني في الباطل. ادعمني في الباطل. ادعمني في الباطل.